وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا عارف انا كنت فين النهارده؟ كنت فين يا روحي؟ كنت في شركه السياحه، حجزت اسبوع لباريس وروم. وانت ان شاء الله لما يجيلك مزاج تسافري بتسافري كده من غير استئذان؟ يا سلام، انا يعني ممكن اسافر من غير استئذان؟ هنسافر انا وانت مع بعض، واعمل حسابك ليه كده؟ ايوه بس الشغل هنا مين هيسيب؟ لا يوسف عشان خاطري بليز، عايزين نسافر مع بعض، عايزين نتبسط بقى بليز يا يوسف بليز. حاضر، انا مشكلتي ما بعرفش ارفض لك. لا انت مشكلتك ان انت لازم تسمعني دلوقتي، عشان النهارده وانا قاعده بعمل ابلكيشن حتى ابص كده على اسمك، حسيت ان اسمك حلو قوي بجد، وقلت ان اسمك ده مش لك لوحدك. دلوقتي انا دلوقتي بقى اسمي حرم يوسف شكري، حسيت ان انا مبسوطه بجد، انا طلعت بحبك قوي. كلامك ده بيبسطني يا غالي. لان انا بموت فيكي مش بحبك. عارفه. يا سلام. اه طب هي دي بقى المفاجاه اللي انت كنت عاملاها لي، حكايه السفر دي؟ السفر دي حاجه كادو صغنن كده. ده تنازل لجوزي حبيبي بالبازار.
اتجننتي؟ مستحيل اعمل حاجه زي كده واخد البازار طبعا. مستحيل يا وبتاع، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اتجننت؟ طبعا ما اتجننتش. ايوه دي فلوسك يا حبيبتي، ما ينفعش تديها لحد كده. مين اي حد؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت جوزي يا يوسف، انت جوزي وحبيبي كل حاجه ليا في الدنيا دي. وبعدين انت من اول ما احنا بقينا مع بعض وانت بتشتكي لي من نظره العمال ليك والناس حوالينا بيبصوا لك ازاي، وانا بصراحه بيني وبين نفسي كنت فعلا حاسه بالموضوع ده بس مش عايزه اواجهك بيه. فدلوقتي كده احسن ليك وليا، لو سمحت امسك التنازل ده بليز. يوسف ما بصليش كده، انا امنتك على نفسي مش هاملك على فلوسي. يعني مش عارفه اللي حصل ياما؟ ايه اللي خلاكي تجيبي الراجل اللي جوه ده معاكي؟ وفيها ايه يا جيجي؟ ابوكي جاي يزورك يوم صباحيتك ويطمن على حالك. لا اطمني ياما، الحمد لله كله تمام. والنبي بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ايه الشغل البلدي ده؟ انت مش شايفه انت واقفه فين؟ لا مؤاخذه يا مدام جوجة، من فرحتي بيكي. هو مش جه كاتب الكتاب امبارح وخلصنا؟ ايه هيعملها حلوانه في سلوانه عشان لقى العريس تقيل ومعبي؟ يا بنتي ما تظنيش في كده، ابوكي زي اي اب، جه عشان جوزك ما يقولش عليكي مقطوعه وملكيش حد. تعرفي هو قال لي ايه في السكه؟ قال لك ايه نبع الحنان والحنيه؟ قال لي يا امل انا قصرت في حقكم قوي، نفسي اخد البنت جيجي في حضني واقول لها تسامحني. ودخل عليكي الكلام ده؟ رقعي له ياما رقعي له، انا فاهماه كويس قوي وعارفه هو ناوي على ايه. يا بنتي افهمي بس. لا افهمي انت وفهميه هو كمان، اذا كان عليكي تيجي هنا زي ما انت عايزه واشيلك فوق دماغي، انما هو لا، خليه يوفر على نفسه رتلين البنزين. لا ما ينفعش اقول له كده خالص. خلاص ياما انا اللي هقول له، وسعي بقى. لا ابوس ايديكي، كسر النفس وحش، انا هوصلها له بطريقتي وهو هيفهم. ماشي، بس لو عمل غير كده بقى ما تبقيش تزعلي من اللي هعمله. ماشي؟ حاضر يا حبيبتي. وسعي. حاضر. مش قلنا خلاص المكان ده ولا وحشك؟ وحشك يعني. الحمد لله على السلامة. يا دكتور ازيك يا كرم، عامل ايه؟ الحمد لله يا برنس. تمام بقى يا خدمة يا فندم. هو انت مين؟ انا زي ما قالك دي بوجاش. كلمني عدل، انت مين يا دياب؟ دياب في ايه؟ في اللي جالي سيدي عليه تسجيلات بصوتك، حد بيكلمك وانت بتنفذ له اوامر. اقول لك ايه اكتر من كده؟ اوامر خطف وحرق وانت كل اللي نازل عليك تمام يا فندم وحاضر يا فندم. انت مين؟ انت مين؟ انا مش محتاجه توضيح. اي كلام اي كلام هقوله دلوقتي هيبقى كذب. أنا عمري ما كدبت عليك. أنا عمر؟ عمر اللي عشت معايا ولا العمر اللي عشت بكرة؟ أنت لحد اللحظة دي بتكدب عليا. ما كدبتش عليك. أي كلمة قلتها لك صدق، أي مشاعر ناحيتك أنا قايلها بجد حقيقية، عمري ما كدبت فيها. اللي فات ده واحد تاني أنا ما أعرفوش مات. كنت لازم تقول لي. ما كانش المفروض تعرفي. ما كانش المفروض تعرفي. لازم تعرفيه، انت عرفتيه، هو اللي قاعد قدامك دلوقتي، أميلة. أنا من ساعة ما شفتك، انت شكيتي فيا لحظة؟ شكيتي فيا يا أمينة؟ أنا زي ما بتقولي المجرم اللي بتتكلمي عنه؟ أي إنسان ممكن يغلط. وممكن ظروفه تضطر إنه يكمل في الغلط ده. لكن يجيله لحظة يفوق يفهم يحس، ممكن تجيله فرصة من عند ربنا تخليه يبدأ من جديد. مشكلة المشكلة أمينة، أمينة أنا من ساعة ما عرفتك وأنا واحد تاني خالص. قولي لي أمينة أنا إيه؟ احكمي، احكمي من يوم ما قابلتك. احكمي أنا إيه من يوم ما قابلتك؟
لصالحكم يا أمينة. أنا ما أقدرش أحكم على حد أنا ما أعرفوش. بقالنا كتير ما جيناش هنا. مش مهم بقالنا قد ايه، المهم ان احنا رجعنا نيجي تاني. بص يا شيماء كده، شايفه البيوت والبني ادمين والعيشه دي كلها، كل ده بيتغير. بيوت بتقع وبيوت بتقوم، ناس بتموت وناس بتتولد، والدنيا زي ما هي. مهما حصل لي او حصل لك، الدنيا واخده في وشها ومكمله. ما هي مش هتقف علينا، عمرها ما وقفت على حد، بس الشطاره بقى انها لما تشد حيلها علينا نقف لها عشان ما تكسرناش. عندك حق. وبعدين انت بالك بقيت نكدي كده من امتى وانت بتتفلسف؟ الفتره اللي فاتت علمتني حاجات كتير قوي يا شيماء. بقول لك ايه، انت اخبار اخوكي وعمك ايه؟ كويسين؟ موجودين يعني؟ طيب، عشان انا عايزك تاخدي لي منهم معاد، عشان عايز اجيلكوا البيت قريب ان شاء الله. صلاه النبي احسن. طب ما اجيب لكم بالمره طبله ورقاصه وازازتين بيره لزوم المزاج. في ايه يا يوسف؟ انت بتتكلم كده ليه؟ في ان انا بقيت صاحب المكان. هه؟ خدته من صاحبته بيع وشراء. نعم. يا عم ما تتنحليش كده، زي ما سمعت. واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يقول من دلوقتي يا رجاله. عشان اي حاجه بعد كده هيبقى ليها حساب تاني خالص. شغل السنكحه والصرمحه بتاع زمان ده تنسوه خالص. بعد كده غياب الدقيقه هيتحسب بنص يوم، وغياب اليوم بيومين. واللي مش هليعني في وسط راسه وشاف شغله كويس، الباب يفوت ست جمال وعجل. ها شحت، هتشوف شغلك ولا تروح تشوف حته تانيه؟ لا اكيد هشوف شغلي طبعا. يلا يا ابني انت، قوم يا اخوي، شيل اخوانك، يلا قوم، يلا قول شوف شغلك، يلا يلا يا اخوي، يلا قهوه قهوه يا ريس. حاضر حاضر. ما تبطمش. اه يا نادين. لا مش هينفع، امي جت من السفر تعبانه ولازم اقعد معاها. في ايه يا نادين؟ هو انا عشان اتجوزت ارمي امي في الشارع ولا ايه؟ طب امال ايه؟ ما خلاص. طب يلا سلام. تسلم ايديك. هو رامي نام؟ بقول لك يا سماح، صحيح كان في دكتور عايش بره بيقولوا عليه كويس قوي، اليومين دول هو موجود في مصر، ما تيجي نروح له كده ونشوف جهاز ربنا يكرمنا ان شاء الله. ما احنا عارفين اللي فيها يا بنت، الحاله اللي فيها ممكن يتغير، محدش عارف. تعالى نروح نبص بس ان شاء الله. مين الهانم اللي كانت بتتعشى معاك ليله المطعم دي؟ انا مين يا سماح؟ الهان اللي كانت قاعده بتتعشى معاك على الترابيزه وانتهاتك يا ضحك وكركعه. انت قصدك على فريده الوكيل؟ ها، الوزيره دي. الوزيره انت مش بتشوفيها في الجرايد ولا ايه؟ وانا من امتى ببص في جرايد مين؟ صح عندك حق. بقول لك يا سماح، الست دي ما فيش بيني وبينها غير شغله بس، احنا عزمناها في المطعم بس عشان كوزيره يعني تعمل لنا منظر مش اكتر. شكل كان في بينكم مصلحه جامده. وخلصت يا سماح. وما هي خلصت، تبعت لك سواقها ليه يا راي؟ بقول لك يا سماح، مش عايز كلام في الموضوع ده كتير،
انا ايه بنام؟ لا مش هتنام. يعني ايه مش هنام؟ يعني مش هتنام وتسيبني بناري كده؟ رد عليا. سماح ما تعمليش في نفسك كده، ما تصعباش عليكي وعليا. انت شايف لك شوفه بره يا ميمي؟ عادي يعني، لو شايف لك شوفه بره يبقى حقك. ما هو اصل اي راجل بيتخانق من مراته بيعمل كده، وانا كمان ست يعني، طلعت ست كده وكده، ارض بوري يعني. بس يا سماح بس، ونكديه. بس يا سماح، ايه انت بتقولي ده؟ بنت بنت من ست الستات، مفيش في الدنيا دي ست زيك ولا تملى عيني. يوسف انت عارف كل حاجه. ايه عرفت ايه دي؟ اهدى اهدى يا صاحبي. عرفت ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم انها عرفت ومحدش بلغها غيره، الزفت الجنرال طبعا. انا كنت متاكد ان في حاجه هتحصل. خلاص يا يوسف، لعب الوساخه بدا، هيلعب معانا لعبه وساخه وهيبتدي ينكش ورا كل واحد فينا، ودي بدأ بيك. طب والعمل؟ مفيش عمل، لازم نأمن نفسنا. دي الضربة الأولى جت فيا أنا، مش مشكلة خالص، بس مش هيسكت على كده، هيكمل. لازم نأمن نفسنا. يا ميمي تمام، تعالى على المحل لما تيجي أحكي لك. سلام. صباح الخير. هو ده العادي بتاع صباح الخير يعني؟ ماشي. ده اللي مصحيك بدري يا سيكا؟ يا عم بعود نفسي عشان الشغل. يعني على ابو الحريم ودماغه. طب شد كرسي اقعد. اقعد ايه يا عم؟ انتوا شايفيني اساسا. يا حبيبتي تعبة نفسك كده على طول؟ تسلم ايدك. تسلم يا حبيبتي، ده بيتك طبعا لازم تتعبي فيه. على فكرة بقى والله كنت لسه في بالي امبارح. وانت كمان والله يا ماما، وعايزة اجيلك من مدة لولا انك كنت مسافرة. مسافرة. بس لما عرفت من يوسف انك جيتي وانك تعبانة شوية قلت لا ما بديهاش بقى، لازم اجيلك على طول. طمنيني يا ماما، الدكتور قال لك ايه؟ الدكتور الدكتور قال لي شوية تعب وارهاق من السفر. معلش الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي. هلبسك الشنطه. نعم. انا وانت اصحاب مش كده؟ طب انا عايزه اطلب منك طلب صغير قد كده. العيال اللي هنا الوحشين دول اوعى تكرر الكلام اللي قالوه عشان ده كلام وحش. مش هتقول لماما؟ خلاص؟ خلاص خلاص ولا خلاص كده وكده؟ خلاص خلاص يا ماما. يلا. وحشتيني قوي. ازيك يا سماح؟ الحمد لله يا رب بس ما يكونش تعبك. تعبني ده كملي عليا البيت، ما تاخرهوش عليا والنبي. عقبالك يا حبيبتي. يا رب ان شاء الله. احنا مش هينفع نفضل واقفين كده، لازم تاكلي لك لقمه فوق. لا ان شاء الله المره الجايه. خلاص بقى. بقول لك ايه، انت تعرفي بيت يوسف فين؟ بيت يوسف هنا في حاجه؟ يعني عايزه تروحي يعني؟ طب تعالي. ودي انا احلى. عينيا يا ست الكل. خلي بالك من عربيه الست هانم في عينيك. عشان خاطري يا ماما، احكي لي عن كل حاجه بيحبها يوسف، في اكله، في شربه، في طريقه نومه، في توضيبه هدومه في الدولاب، كل حاجه كل حاجه. والله انت بنت حلال يا نانسين. الست اللي تسال على جوزها كده وتتقص عليه تبقى بنت اصول، عايزه تحافظ عليه. بس ما اخبيش عليك يا ماما، في الاول كنت حاسه ان يوسف مبسوط معايا في الجواز، بعد كده مش عارفه ايه اللي حصل، اتغير فجاه.
كل الرجاله كده يا حبيبتي، اكيد بس كتر المسؤوليات اللي عليه. يمكن هو مش لا، خليك انت يا مستريح، انا اللي هفتح. ايه ده؟ خالد. ايوه تعالي يا حبيبتي. طب بس انا معايا ضيوف. اهلا وسهلا بيهم، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير يا طنط. اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا غاليه مرات يوسف. مراته؟ مراته ده ايه؟ امال انا بقى مين؟ انت الاخرى مراته يا فرحتك يا خالتي. لهوي. روى يا صاحبي. اللي انت حكيته ده كله حسن طبعا. بس معلش يا ديبو، انت ايه اللي مأكد لك ان الجنرال هو اللي عمل كده؟ جرى امين. وانا اشتغلنا مع حد غيره. طب يعني ليه ما يكونش السن؟ ما اكيد مقير منك عشان طلعته عر قدام الراجل في اخر حاجه طلبها منك. السن ده الكلب بتاعه، ما اقدرش يهز ديله غير باذن منه. وبعدين امين ايه؟ سن جنرال ما بقتش فارقه خلاص. امين راحت يا صاحبي. كل حاجه راحت. كل حاجه في الدنيا تمنيتها حصلت لي. بس زي الطير. يحطه قدامك ويركز ويطمن لك، وفجأة طلع في الهواء تلاقيه طار. طار يا صاحبي. مفيش حاجة طارت، بس انت حاول تاني واسمع الكلام. يا شميمي هحاول تاني واجرب. بس هحاول في ايه؟ في الفلوس ولا في السفر ولا في أمينة ولا في ايه بالظبط؟ الحاج ما تعملش زي سماح، ما تقفلش الباب عليك وتيأس. سماح فاكر لما بتعمل كده ان هي تحزن نفسها بالعافيه. بتعمل كده عشان تصعب عليا. مع اني يا دياب لو انا اللي اتكلمت هصعب على الدنيا كلها. نفسك في العيال يا ميمي؟ نفسي في العيال. انت اللي بتسأل يا دياب. انت اكتر واحد في الدنيا عارف اللي جوايا وعارف ان نفسي في العيال. قوم يا صاحبي، قوم ما تضيعش كل حاجه منك. قوم وحاول تاني وكلمها. قوم. حاضر يا احاول تاني. انت بتقولي ايه؟ انت كدابه. على فكره انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوليه ده. وليه ما تكونيش انت الكدابه؟ عشان متأكدة إن يوسف مستحيل يعرف واحدة عليا، مش يتجوز عليا. يوسف متجوزني بقاله شهر، وأصحابه وديبه والرايق شهدوا على الجواز كمان. أنتِ مين يا ست أنتِ؟ أنا عايزة أعرف أنتِ مين؟ بس يا ديحة دي غالية هاني، بنت الشيمي باشا اللي يوسف بيشتغل عنده. آه، قولي كده بقى. أنتِ فاكرة إن أنتِ هتشتريه بفلوسك؟ هتقدري تستغليه وتعملي عليه كماشة أنتِ وأبوكي وتستغلوا فقره؟ لا يا حبيبتي، ده بعدكم أنا موجودة وأنا واقفة جنبه وهكبره وهيكبر المطعم وهيبقى أغنى منكم كمان. فلوس إيه وجنان إيه بتتكلمي عليه ده؟ يوسف يا حلوة لما اتجوزني ما كانش بيفكر في فلوس. يوسف اتجوزني عشان بيحبني ومبسوط معايا ومرتاح. ولو حصل يعني واتجوزك زي ما أنتِ بتقولي يبقى أكيد في حاجة كبيرة قوي هي اللي خليته يعمل حاجة زي دي. لعلمك بقى مفيش حد إدى ليوسف اللي أنا اديته له. ولعلمك بقى استحالة يسيبني ويروح يتجوز واحدة تانية. وعلى فكرة بقى أنا مش مصدقاكي خالص. هي دي الحقيقة، صدقيها وعيشيها. ورغم إن أنا مش مصدقة ولا كلمة اللي أنت بتقوليها دي، لكن برضو لو دي الحقيقة أنا بطلب منك حاجة واحدة بس. ابعدي عنه، سيبي، خليه هو يختار وخليه هو اللي يفكر. عارفة ليه؟ عشان متأكدة إن يوسف حتى لو سابني وراح لوحدة تانية مش هياخدك أنت. عشان العيب فيك انت مش في حد تاني. انت قلت لا 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 بالراحه كده. بقول لك ايه يا خالتي، كلمي لنا يوسف بقى وشوف الليله دي فيها ايه. انا لازم افتحوا بقى. انا مش مصدقه اللي انا بشوفه ده. مش مصدقه يا ابني. يا ابني الزبون يقوم، الترابيزه تتنضف، والحاجه تتشال وقتي. راعوا ربنا في اكل عيشكم بقى. في ايه؟ ايوه الو. ايوه يا يوسف. الو. ايوه يا يوسف. أنا نادين. نادين؟ أنت فين يا نادين؟ أنا عند مامتك في البيت. وفي واحدة مجنونة بتقول إنها مراتك. واحدة مين دي؟ بنت الشيمي اللي أنت بتشتغل عنه. غالية؟ أيوه غالية يا يوسف. هي غالية، رد عليا. قولي إنها مجنونة. قولي إنها كدابة، صح؟ أنت مش متجوزها، صح؟ هاتي التليفون ده. قولي إنها بس بتقول كده بس
عايزه تستغلك يعني، عايزه تضحك عليك بفلوسها صح؟ رد عليا يا يوسف، قولي انها مجنونه. رد عليا يا يوسف. طب اديها يا اختي تكلمه. رد عليا مراته برضه. رد عليا عشان خاطري، عشان خاطري يا يوسف. رد عليا، رد عليا يا يوسف، رد عليا يا يوسف، رد عليا. بس يا حبيبتي بس 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 اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي. ايوه يوسف انا مستنياك في البيت. منك لله، منك لله. بس يا حبيبتي تعالي اقعدي، تعالي تعالي اقعدي. بس يا سعادتك برضو يعني ما كانش المفروض انها تنشر، انما هنعمل ايه؟ هي اللي جابته لنفسها. عارف سعادتك، احنا لما روحنا رئيس التحرير اللي كانت شغاله معاه اكتشفنا ان الراجل كان رافض النشر من الاساس، مش عايز يجيب لنفسه مشاكل، وده السبب اللي خلاها تسيب الجرنال. مع ان اسلوبها جذاب والموضوع لطيف، يستاهل النشر. يعني سعادتك نلغي ولا؟ هل الموضوع يستاهل التضحية؟ في عمل في الدنيا يستاهل ان الانسان يضحي بنفسه عشانه؟ يمكن لو كان الموضوع ده اتنشر وتعمل له البروباجندا المناسبة كان يبقى للتضحية قيمة، كانت هتبقى بطل. للأسف مفيش حد هيعرف يضحي بنفسها ليه. هو سعادتك متضايق لها يعني؟ قيمة الإنسان بتتحدد بقيمة الهدف اللي بيضحي عشانه. لازم يبقى الإنسان عنده طموح. على الله، هي بقى لها قيمة بعد موتها. أتمنى. ما بحبش الخيانة، ما ظنش في حد في الدنيا دي بيحبها، لا كويس ولا وحش. بتوجع، قابلت رجالة كتير قوي قبل كده، عمري ما حبيت ولا واحد منهم. كنت بدور في كل واحد منهم على حاجة أنا محتاجاها، بس عمري ما لقيتها. وللأسف لقيتها فيك انت بس. او يمكن اتهيأ لي اني لقيتها فيك انت بس. لحد ما قابلت اللي اسمها نادين دي. دلوقتي انتي سمعتي منها، ممكن تسمعي مني انا كمان. تفتكر هتفرق؟ طب انتي ما سالتيش نفسك انا ممكن اكون عملت كده ليه؟ سالت نفسي كتير قوي، مليون مره، ما لقيتش رد يا يوسف. حتى لو رد موجود مش هيكون عندك انت، عشان انت هتكدب تاني، وانا مش قادر اسمع منك ولا نص كلمه. انت اصلا ما سالتنيش عشان اكدب عليكي. عايزني اسالك ايه؟ في واحده بتحب واحد وعايزه تتجوزه، هتروح تساله انت متجوز ولا لا؟ الحاجه دي لو موجوده يبقى هو لازم يقول. خبيت عليا ليه؟ كنت مستني ايه عشان تقولي؟ لا وايه؟ في نفس الوقت بتقولي بحبك وبتعاشمني بدنيا حلوة جدا، وانت نايم في حضن واحدة تانية يا يوسف. انت عارف دي بتوجع قد ايه؟
ممكن تقولي انت عملت كده ليه؟ انا هقولك. مش عايزه اسمع. عارف ليه؟ عشان انت نسخه من سعيد. بس انا نسخه. حاسبي على كلامك يا غاليه. حاسب على كلامي؟ هسمعك كويس قوي يا يوسف، زي ما كنت بسمعك من اول ما عرفتك لغايه دلوقتي. بسمعك وانا مبسوطه، بسمعك وانا مرتاحه وبمزاجي. عشان كده انت دلوقتي انت اللي هتسمعني غصب عنك. طلقني يوسف. اطلقك ده ايه يا غاليه؟ طب على الاقل اديني فرصه عشان ادافع عن نفسي، عشان اتكلم، عشان اشرح لك. لا، انت هتطلقني الاول، بعد كده هبقى اسمعك زي ما انت عايز، وهترجع لي البازار كمان. بازار؟ هو ايه اللي دخل الشغل والبازار في كلامنا دلوقتي يا غاليه؟ حاجتي وعايزاها. ايه؟ عيب؟ يعني انت دلوقتي بتحطي لي شرط عشان تسمعيني وتفهميني اني ارجع لك البصر؟ يبقى اخبط راسك في الحيط، او اعلم في خيلك اركبيه، او روحي اشربي من البحر، او التلاته مع بعض لو تحبي. ويكون في علمك الهيلمان الحلو اللي انت عايشه فيه ده كله عايزك تنسيه، لان انا هاخدك وهحطك في اوسخ اوضه عندنا في الحاره، واخليكي تكنسي وتمسحي وتغسلي، ومش هطلق، وهبقى اجيلك في الاوضه دي لما يبقى يجيلي مزاج. يا وسخ يا زباله، انا عارفه انت اتجوزتني عشان فلوسي، عشان فلوس ابويا، يا واطي يا بتاع الحوالي. راسي وتكلمي على قدك، ولما تكوني بتكلمي جوزك تكلمي باحترام. فاهمة ولا مش فاهمة؟ أنا مش هقرص عليك دلوقتي عشان عارف إن القرش بيحرق صاحبه، لكن قسما بالله قلة أدب زيادة هوريكي بتاع الحواري ده بيعمل إيه. يا بتاعت اللوكندات. زبالة. يا موحة بنتي، يا موحة أبلة، أنا مش طلبت منك كوباية شاي يا بنت؟ ما عملته لي هايش ليه؟ مالك يا موحة؟ مالك يا حبيبتي قاعدة مكبية على روحك ليه؟ في حاجة مزعلاكي؟ نفسي يا ماما، زعلانة من نفسي. نفسك؟ وإيه اللي مزعلك من نفسك يا حبيبة أمك؟ تفتكري هما ممكن الرايق يكون شايف له شوفة تانية؟ آه ممكن يكون شايف له شوفة تانية. الله، هو مش راجل ولازم يعض. طب اسكتي ياما، اسكتي، بدل ما تضحكي عليا بكلمتين وانت شايفاني متضايقه كده. هضحك عليكي ده يا بيه؟ هو انت غريبه عني عشان اوالس عليكي في الكلام والف وادور؟ لا، انا خبطها لك في وشك كده اهو مره واحده. وهني الحاجات دي بتستخبى؟ طب اسمعي بقى اما اقول، انت عارفه ابوكي كان عليه كل عطه وعطه؟ يا خرابي يا خرابي يا خرابي عليه، كل عطة تضرب العطة اللي قبلها واللي قبل قبلها بالصرمة القديمة. أي والله، كان إيه بقى؟ نسوان إشي إشي، اللي برنسيسة يا أختي، وبنت ناس وهانم، واللي بنت عالمة يا أختي جديدة على الكار، واللي كان يرافقها على جوزها يا أختي، يهو 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 يهو، ما أقولكيش كان عطيت عطيت درجة أولى والله بامتياز، ولسه لحد دلوقتي عطيت. ربنا يشفيك يا وانت عايزاني ابقى زيك بقى. ها؟ وماله زيي يا اختي؟
يا بنت يا هبله، الست الجدعه الشاطره الواعيه اللي تفهم سيفولوجيه الراجل. ايوه هقول لك انا سيفولوجيه الراجل اللي هي نفسنيته من جوه. الراجل يا بنت ما يحبش التكتيفه، يتخنق زي ذكر البار. سيبيه يقعد ويلف البلد كلها ويلف على نسوان البلد كلها، وفي الاخر هيرجع لك انت بقى الرك عليك. تفهميه ان الدوفر اللي اتنطر من رجليكي برقبه اي مره من المرارات اللي هم اللي بيعدوا عليهم. اي والله يا سلام. يا بنت بعد كده هو هيقعد كده ويكن جارك ويبقى زي الفل، وفجاه تلاقي زهق منك ومن ادبك ومن اخلاقك يعط تاني. يا اختي اضحكي، يا حلوه امك، يا حلوه امك، انا بحبك يا بنت. وانا كمان. اتسلي يا عطي يا بنت. لا يا بنت ارجع لك تاني والله. يا حبيبتي انت خايفه عليه لا يا عم؟ ابوكي كان عطيت. عرفنا يا عم. النبي عطيت. يعني ايه كان متجوز قبليك بكام يوم؟ امال اتجوزك ليه؟ انا من الاول ما كنتش مطمن الجوازه دي. انت كده بتعيني غلطه سعيد تاني، وده كله عشان ايه؟ عشان ما تسمعيش غير نفسك. قرف. خلاص يا حبيبي خلاص. وبعدين يعني اللي بيشير قربه مخرومه بتنق. حاجه تحرق الدم. والنبي لا تهدي نفسك يا اخوي. وبعدين يعني انت كنت عايزه تعمل ايه؟ ما هي بنتك زي القمر، وكل يوم عن يوم سنها بيكبر، وكان لازم تتجوز اي حد بدل ما تقع في الغلط. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني خلاص كلمه الحق بقت بتشرخ في الزور. اسكتي يا جيجي، انا مش قادره اسمع منك كلمه. ماشي يا غاليه، ماشي هعديها لك بس المره دي عشان خاطر اللي انت فيه. شايف بنتك يا شيمي بتكلمني ازاي؟ معلش يا جيجي، هو في اني داهيه دلوقتي؟ اكيد زمانه في البازار. على اساس ايه بقى؟ انه بازار اهله من هنا وراح ما عتبش البازار ده خالص، انت فاهمه ولا لا؟ انا نفسي افهم متعاد عليه دلوقتي. عشان يا بابي انا كتبت له البازار باسمه. يا نهار اسود، عملت ايه؟ كتبت البازار باسمه. ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ازاي؟ ديبو مالك مساهم كده ليه؟ مفيش. علي انا برضو، ده انا شيم. ما عشان انت شيمو بقولك مفيش. طب عندي ليك خبر حلو. قولي. احمد عايز يجي قبلك. يا مرحب بيه في اي وقت. بجد؟ اخليه يجي اخر الاسبوع؟ لو عايز يجي بكره انا ما عنديش مانع. لا بكره ما ينفعش، قريب قوي. عايزه اوضب الشقه كده واقلبها واديها مساحه حلوه. حاضر. اخليه يجي اخر الاسبوع. عايزه اطلب منك طلب تاني كمان. قولي يا حبيبتي. مش عايزاك تشد علي في موضوع الشقه والشبكه والمهر والحاجات دي كلها، وعايزاك انت تتكلم مش امي. حاضر يا شيماء، هعملك اللي انت عايزاه، طمني. ربنا يخليك لي يا رب. حس كده بقى هخش اعمل لك كوبايه شاي تعدل لك مزاجك. روق. تمام الحمد لله. عجبك البيت؟ مفيش احلى من كده. والموسيقى عجباك ولا غيرها؟ لا حلوه قوي. بتحب الموسيقى يا راي؟ هو في حد ما بيحبش المزيكا؟ وبتحب ايه كمان؟ بحب حاجات كتير قوي. زي مراتك مثلا؟ زي مراتي مثلا. قلت لي في التليفون ان جنرال ندل مع صاحبك ديبو. ندل معاه جامد، بوظ له كل اللي كان مخطط له، وخلى البنت تعرف عنه اصله وفصله. وهو عمل ايه؟
والله انا قلت له روح يتكلم معاها يعني يمكن تسمعه. ممكن. المهم انها تقبله بعد كده. والله هو يعمل اللي عليه. محدش مغسل وضم الجنة. بس انا سمعتك وقبلتك. ايوه بس ما اللي بينهم غير اللي بينا. احنا ابتدينا شغل ومصلحة. وصلنا لإيه في الآخر؟ حكيت لك وحكيت لي وقربنا أكتر من بعض. تفتكري؟ مش فاهمة. أنا فاهمك. دلوقتي أنت حكيتي لي عن الجنرال وقمت أنا أحكي لك عن حكايتي مع الجنرال. بعديها حكيت لك عن البيت ومراتي. قمت أنت حكيتي لي حاجة جديدة خالص. أنا حاسس إن إحنا بنحكي لبعض عشان خايفين من بعض مش عشان عايزين نحكي. طول الوقت كل واحد فينا عايز يطمن التاني ويديله الأمان بس في الآخر محدش بيطمن. لو أنت شايف كده أنت حر بس اتأكد إن أنا مطمنة لك من قبل ما تحكي لي. مش هسيبك النهاردة غير وأنت مطمن. واثقة من نفسي مش كده؟ والله هنشوف. بدي وشر